لما بنحكي موسيقى مندور على أصوات من طفولتنا، من محيطنا، من الناس والأماكن اللي منحبها. ذكرياتنا مليانة صور، أشكال وألوان ودندنات. الدندنة كمان موسيقى، ومن خلالها ممكن نتعرف على ثقافة وتراث مدن وبلاد، ونقابل ناس عاشت تاريخ وقصص. كل قصة وصلت لبلد، وبلادنا مليانة قصص، وبيقولوا بحرها كاتم للأسرار، مخبى تحت رمله وعلى شطوطه حكايات وأخبار. رحت على شط البحر، ركبت أول قارب شفته، وأبحرت لأول ميناء عشان أبحث في قصص من التراث البحري الفلسطيني. شو في خلف البحر خبرية؟ من بعيد لمحت الفنار، وصلت ميناء عكا، أقدم وأهم موانئ فلسطين التاريخية اللي تأسس في فترة الدولة الكنعانية بالألفية الثالثة قبل الميلاد. نزلت من القارب وصرت أسمع من بعيد أغاني وأدعي ودندنات صيادين عم يدفعوا قاربهم للبحر، وبيقولوا للرئيس هي هي، والرئيس بجاوبهم هي لليصة، وبتتكرر كل مرة وبشدة أكبر لحد ما وصل القارب لعمق البحر. كملت أمشي لحد ما لمحت من بعيد قهوة الصيادين، والتقيت هناك بالصياد العكي أحمد الحلواني، أبو فهيم صياد أباً عن جد، واللي حكالي عن طقوس الصيادين زمان، كيف كانوا يتصيدوا بأبسط الأدوات وشو كانوا يغنوا. بحري كي بيحط هالزنار على خطرته، هالزنار والحبل يجربوا على الجرف، كان كله على الطبيعة، حتى الغطس على الطبيعة، كان يجيبوا أزازة يحطوها هيك مع خيط ويطلع عبوج المي وين في سمك يحطوه. الحياة كانت أول أحلى وبركة أخطر. كانوا يغنوا عندك بحرية يا ريس، وغنوا غنان ودروشي، وطلع الصباح فتح يا عليم، كانوا يقولوا سبحان الله توكلنا على الله، يعني غنوا غنان دينية الله يفتح عليهم ويفتح أولادهم. وكانوا كثير سابقوا يروحوا على يافا، يروحوا على غزة، كانت الحياة منيحة، كان خير الله كثير. بحكيك أنا بال 84 ولا حتى ال 95 السمك كان لا إلى أول ولا آخر، والحمد لله البحر بيعطي رزقه، بس الواحد دير باله على ايش، على رزقه. ابو فهيم دلني على خليل بياع، ابو بشير تاجر قماش من سكان عكا القديمة، عمره قريب 90، وجداده كانوا بحار ورياص واصحاب مراكب صيد معروفين في البلد. استقبلني في بيته في شمال عكا وحكالي عن شغلة تجارة القماش وكيف تركها كرمال الصيد اللي بيعشقه من يوم ما بلش فيه بالستينيات، لحد ما صار رئيس لجنة الصيادين في عكا. عائلة أمي كلها رياس، دار الأطرق معروفين أباً عن جد في مدينة عكا إنه هن رياس وعندهم مراكب وعندهم مصالح للصيد. تولعت في البحر واشتغلت في البحر من سنة 62 لسنة 90، كنت رئيس لجنة الصيادين في عكا، والحمد لله رب العالمين كانت أشغالنا موفقة، وكان الصيد كتير منيح بهذا الوقت، يعني بسنوات 70 و80 كان في سمك كتير وكان في صيد وكله على الطرق الحديثة. ولما سألته كيف كانوا زمان يصطادوا وشو المصطلحات اللي كانوا يستعملوها؟ الماضي كان الصيد بدائي، كان الجروفي، إيش الجروفي؟ يعني يجرفوا يحوقوا السمك، يحطوا الريشة برا على مي مثلا 15 متر ويوصلوها بالحبال من الطرفين، وكل طرف يبقى عليه 7-8 رجال يقولون غشمية، هدول يسحبوا الشباك ويطلع السمك أشكال وألوان. كان في خيارات كتير، مثل الريح الشمالي كانوا يقولوا له سماوي، الشمال الغربي عند اللغة البحرية اسمه مغروز، الريح اللي عاصف الشتاء والعواصف كانوا يقولوا له لبش، وبالفلايك تبعتهم عندهم عدة كلمات يمكن تكون أصلا يوناني ما بعرفش، ادفع وسية وهالة، السنتينة اللي بقعدوا فيها اللي بحط الشباك، شكارمو، شتروب اللي بحطوا فيه المؤداف. طيب أبو بشير ياريت تحكي لي أكتر عن أنواع الصيد. الصيد عدة أشكال، في منه صيد الشباك، في منه صيد السنارة، اللي بيطلعوا للسنارة بيطلعوا مرات أول الليل وبنص الليل وبرجع بالصبح. هدول صيد السنارة هذا بيقولوا له صيد الشرك، عبارة عن شراك
خيط طويل طويل، كان أول يستعملوه من قطن، اليوم من نايلون، وفي بناته عدة خيطان كل خيط 80 سنتي مربوطين مع صنارة، ده يشكوا السنانير بالسرديني أو بالصبيدن أو بالأخطبوط يطلع فيه للصيد. في صيد تاني تحويق اللي يطلع البحري مع بحرية ويطلع يوقف الريس على مقدم المبطني، يقولوا لمبطني، المبطني يعني الشخطورة الكبيرة، ويطلع قدامه هني يقدفوا أو صار لينشات أو اللينش يسحبها وهو واقف على المقدم، وين يلاقي سمك يشوف يقول له حط، يحطه ويعملوا دائرة حول السمك ويغرفوه للسمك بعد ما ينزل ويضيقوا الشباك ويزبطوها ويغرفوه، كان سمك وفرة كتير. شربنا كمان فنجان قهوة، وصلنا بالحكي لسنة 1948، وشو بتذكر من هديك الفترة لما كان بعده شاب صغير؟ سنة 48 كان البحر مسكر حوالي 8 أشهر، بعد 8 أشهر كان في سمك كتير كتير، وجاب الحاكم العسكري إسرائيل من البحرية الأدم من لبنان، جاب بطلع 20-25 واحد، قسم بقي هون وقسم رجع على لبنان. والصيد صار تطور، وبعدين دخلت علينا صيد السردينة اللي ما كانش فيه منا أول، كانت تطلع بالجروفي. إسرائيل أحضرت سنة 64 تليان من إيطاليا يتصيدوا بالمراكب، عملوا مراكب، كان عندنا واحد مشهور في المراكب ولا يزال الله طول عمره، أبو محمد حمادة، صار يعمل مراكب، وصارت البحرية اللي كانوا هم موجودين تعلموا من تليان وصاروا أشطر منهم. بصراحة حبيت أبو بشير، حبيت قصصه، وبالذات قصة برميل الليرات. حكالي مرة جدي قصة إسماعيل درويش أطرق، قال لي كنا قاعدين بالقهوة بال 1917، كانوا قاعدين البحرية بالقهوة بالجريني، بساحة الجريني، ولا الأولاد هناك في برميل خشب من برميل السردينة هدول اللي بكبسوا فيهم صغير ويدحلوا فيه ويدحلوا فيه. قال لي يا جدي ولا جاي أطنبيل جيش جيب في 4 إنجليز نزلوا وصرخوا على الأولاد وحملوا البرميل واجوا على باب القهوة اللي قاعدين كليتهم، قالوا لهم بتعرفوش ايش في هذا البرميل؟ اجى الضابط هناك كسر البرميل كله مستف ليرات عثمانلي من الارض لفوق، والبرميل بيطلع يمكن حوالي 20 كيلو كله ليرات عثمانلي، ضربوا على حالهم البحرية وكل الوقت الأولاد يدحدلوا فيه بالجريني يومين ثلاثة ويدحدلوا. بس حسيت بكلامه في غصة. اليوم خربت البينة، ضاعت البينة من ايدينا، فيهاش بحرية، كان فيها آخر مدة حوالي 150 بحري غير الحسكات الصيد السريعة، اليوم فيهاش 20، حولوها لسياحة. وبعدين حتى هاللي صرحوا لهم يصيدوا في لهم أشهر ما ينزلوش فيها، ممنوع ينزلوا على البحر، يأكلوا مخالفات 5000 و4000 اللي بنزل على الصيد. خسارة هاي مينا عكا القديمة يصير فيها هيك، أغلب سكان عكا كانوا معتشين من وراء المينا، قتلوها مدل فيها إشي، أخذوا المينا قسم كبير عملوا للسياحة، لا مساعدات للصيادين ولا دعم ولا تسهيلات، حتى تسهيلات ما كانوش يعطون للصيادين. أنا بقول إنه هاي المهنة لازم نحافظ عليها، لأنه بيطلع 100 صياد تركوا راحوا اشتغلوا أشغال بريد اللادة وباعوا فلاكيكن وتركوها، ويا ما عادنا اجتماعات بخصوص المينا لكن فيش نتيجة. حرام تنقرض المينا، لأن عكا مينا، عكا بحر، عكا سمك، عكا شغل بالبحر، وهذا اللي بتأمله من الله إنه يصير هالجماعة اللي بقين يثبتوا ويدلون وما يتكروش مهنتهم، والحكومة تساعد في دعمهم. بالرغم من وجع أبو بشير من أحوال المينا والصيادين اليوم، بس ابتسامته ما فرقت وجهه وهو يحكي لي عن صولات وجولات الصيادين من مينا عكا لحيفا لبورسعيد، وبالذات وإن بيفرغوا حمولات البطيخ بأيام الصيف الحامي من بورسعيد لعكا، وكمان شو كانوا يغنوا. يعني في السنوات 1918 و20 هدول دار الأطرق لدرويش الأطرق يشحنوا البطيخ من عكا لأبو زبورة، من أبو زبورة يشحنوا كمان بطيخ لمصر عن طريق الإلوعة الشراع والجرم. بالجرم هذا بقولوا له جرم، يعني قد مركب كبير بس ما إلوش ظاهر، يعني ظاهر خفيف والباقي كله فارغ من برا، كانوا يعبوا بطيخ. إسا لما بدهم يرجعوا فاضين إيش يغنوا؟ الريح سماوي يا ريس، والعنبر فاضي يا ريس، دخلك يا ريس، يجيبوا الكياس الرمل ويحطوها بقلب العنبر تقول عشان لما يكبس الهواء في القلع ما يقلبش،
يدلوا قاعد الجرم بالمي. هاي كانوا يستعملوا كتير أغاني وهيلة هوبي والريح السماوية ريس والعنبر فاضي ويغنوا للأرياح ويغنوا ويدرشوا. ودعت أبو بشير ورجعت على القارب وكملت برحلتي لمينا حيفا. مش المينا الجديد، المينا اللي كان على أيام الحكم العثماني. وبرحلتي البحرية كنت عم بسمع أغنية من التراث الموسيقي البحري السوري، يا مسافرة في البحر جاي ودعك. هالأغنية من التراث اللدقاني، لحنها أنطوان حلبي وكتبها إميل مبارك، وعم يغنيها جورج الخوري. حمل سلامي للهوى ودي معي، لكن بخاف من الهوى ومر النسيم، قلبي بروحي وصي. لمحت الشط من بعيد وقربت لحتى وصلت، ركنت القارب على جنب ومشيت على الرمل ورجعت بالزمن لأيام حكم الظاهر عمر. فترة حكمه في الجليل كانت حيفا وعكا من أهم المدن الفلسطينية. طيب عن تاريخ مينا حيفا وعن تفاصيل كتيرة توجهت للباحث والمؤرخ دكتور جوني منصور من مواليد حيفا، وسألته في البداية أنه بوجود مينا في عكا ليش قرر الشيخ ظاهر العمر أنه يبني مينا جديد في حيفا؟ بفترة حكم الشيخ ظاهر العمر لمنطقة الجليل، جعل من حيفا المدينة الثانية بعد عكا من حيث أهميتها الاستراتيجية. مينا عكا كان مينا قديم، يعني أصبح مستهلك ومتآكل نوعا ما، عمليا بطل في عنده القدرة على استيعاب السفن المتطورة. احنا بنحكي بالقرن التاسع عشر، السفن تغيرت من شراعية إلى بخارية، فبطل مينا عكا يقدر يستوعبها. اثنين، لما الدولة العثمانية مدت الخط الحجازي من دمشق إلى درعا ومن درعا إلى حيفا، أصبح الخط هذا بخاري، يعني كل شيء عم بيشتغل على قوة بخارية. عمليا صار في عنا احنا تسريع بمفهوم ذاك الوقت للتجارة، فأنت بدك تطور حالك، فالدولة طورت حالها. وجد الشيخ ظاهر أنه يبني مينا جديد في حيفا ويبدأ يستقطب كل الإنتاج الزراعي على وجه خصوص من منطقة مرج بني عامر، وبالتالي من مناطق شمالي الغور، أو إحنا المنطقة اللي بنسميها غور بيسان ومنطقة طبرية، خصوصا الحبوب مثل القمح والشعير والقطن، وتصديره إلى أوروبا. وهذا بطبيعة الحال شكل مداخيل مالية كبيرة جدا بالنسبة لخزينة الحاكم الشيخ ظاهر العمر، واللي بالتالي قام فيها من هذه الأموال طبعا من مردود تجاري، بنى الكثير من منشآت وبنى كثير من القلاع والحصون وإلى آخره، وبما فيها أيضا بناء مدينة حيفا. يعني حيفا النواة اليوم هي مؤسسة على ما بنى الشيخ ظاهر العمر. وشو هو المردود المادي على مدينة حيفا وأهل مدينة حيفا وعلى الدولة العثمانية من المينا؟ المينا شكل نوع من بوابة اللي بتفتح المنطقة بأكملها على الحضارة والثقافة الأوروبية، وبنفس الوقت بتفتح البوابة على العكسية، يعني كمان الحضارة الأوروبية مثل مثلا التجار اللي كانوا يوصلوا لحيفا بدهم يباتوا في الخان. احنا بنعرف الخان هو الفندق، بعكا بنعرف احنا خان العمدان. طبعا هدول بيصلوا عن طريق المينا، وكانوا يعملوا صفقات تجارية بينهم بين التجار في المينا نفسه، يعني ما يدخلوا على المدينة. ولذلك كانت الفنادق الخانات موجودة قريبة من المينا، المخازن العنابر موجودة قريبة من المينا. وبالتالي بفترة الدولة العثمانية قبل نهايتها وصل الخط الحديد الحجازي لعند مينا، المينا العثماني اللي انبنى من فترة الشيخ ظاهر العمر وتطور مع الزمن، وهو أصبح البوابة الرئيسية لفلسطين بعد مينا عكا. وإذا بنحكي بشكل خاص عن تأثيره على أهل المدينة، كل شيء في العالم مبني على المنتج والمنتج المكمل. إذا أنت عندك مينا، إيش اللي بيكمل المينا؟ العنابر، المخازن، الفنادق يعني الخانات، التجار، الحمالين، الجمالي، قوافل الجمال اللي كانت تروح على طول مرج بني عامر لغاية ما تصل إلى بلاد الشام أو إلى الأردن. في عندك الأشخاص اللي بيجوا يشتغلوا في المينا بدهم يسكنوا في المدينة، وهذا كان عامل مهم. اللي بيجي يسكن بالمدينة بسكن بالأول، بعدين بيجيب عيلته أو بتجوز وبساوي عيلة، فبتكبر المدينة. لما بتكبر المدينة أنت بحاجة إلى أسواق، غير الأسواق صار في عندها الأشخاص اللي إجوا أولاد، بدن مدارس، بدن نوادي، بدن كشاف، بدن ملاعب. تصور أنت من مرفق واحد اللي هو الميناء
كيف بتطور الاقتصاد وينعكس اجتماعيا وثقافيا على المجتمع. كيف أثرت التجارة والتجار على بناء تعدد من الثقافات في المدينة وحتى على علاقات دبلوماسية بين الدول؟ التجار بيلعبوا دور سريع جدا في التلاقي الحضاري، لأنه التجارة فيها حركة، احنا بنسميها ديناميكية. التاجر بتفهم مع التاجر الثاني حتى لو بيحكوش نفس اللغة. فالتجار الأوروبيين خصوصا الفرنسيين، الإيطاليين، اليونان، حتى الأتراك نفسهم كانوا يجوا لهذه المنطقة، للمدن المركزية الساحلية، عكا، صور، صيدا، بيروت، لاذقية، يافا، غزة، الإسكندرية، فيما بعد بورسعيد بعد ما فتحت قناة السويس، وبيقيموا لهم اتفاقيات تجارية. هذه نقطة كتير مهمة. التجارة في نهايات القرن التاسع عشر كانت مبنية على عقود واتفاقيات مكتوبة، وخصوصا مع فرنسا، لأنه كانت الحركة التجارية في مارسيليا قوية جدا معنا على ساحل بر الشام. الأمر الثاني هو أنه هؤلاء التجار اللي كانوا يجوا على هاي المنطقة في الغالب كان يكون في إلن بعدين وكلة. في مرحلة متقدمة بدأ يكون في عنا قناصل، يعني صار عندي تمثيل سياسي. على الغالب مين بيكون القنصل؟ تاجر، هو بيمثل مصالح بلاده في المدينة اللي هو موجود فيها. شو مصلحة بلاده بهاي المدينة؟ اقتصادية، تجارية. بعد ذلك بيصير هو يمثل بلاده سياسيا. هذا القنصل بيبني علاقات محلية مع التجار وبيستقطب كل المحاصيل اللي موجودة عندن أو كل الإنتاج اللي عندن حتى يصدروا إلى بلاده، وبالتالي هو كمان بيسهل عملية التجارة العكسية من أوروبا. والدولة العثمانية أدركت وفهمت من فترة كتير مبكرة أنه لازم تعطي امتيازات للتجار وخاصة الفرنسيين، وهذا بيرجع لإشي من فترة الملك فرانسوا العاشر اللي حصل على امتيازات من الدولة العثمانية. شو هي الامتيازات؟ إنه يعطوه تخفيض 5% على الجمارك، وبالتالي هذا وين الجمارك بتكون؟ بالموانئ، لأنه هي حركة التجارة. ودعي الدكتور جوني منصور، دورت السيارة وبلشت أمشي بطريقي على البيت، بس حاسس إنه بعد ما سمعت كفاية عن مدن الساحل وقصصها وأغنيها. كنت في عكا، وصلت حيفا، أجا الوقت أزور مدينة يافا الساحلية. رجعت لفيت وسافرت على يافا، وأنا بالطريق اتصلت مع صديقة وجهتني للصياد سعد وزينب، وفعلا وصلت مدينة يافا لحتى أسجل مع الصياد سعد وزينب على القارب بعمق البحر. أذكر يوما كنت بيافا، خبرنا خبر عن يافا، وشراعي في ميناء يافا، يا أيام الصيد بيافا. الصياد ابن مدينة يافا الساحلية سعد وزينب، بينتمي للجيل السابع لعائلة صيادين حكالي عن أهمية الحفاظ على الهوية العربية لميناء يافا، وليش الصيادين على مدار سنين طويلة بيضلهم ملاحقين من السلطات المختلفة. كل حياتنا حتى العيلة لعند وما وصلوا لعندي كل الوقت حروبات عشان تضل ميناء يافا للعرب. كل حروباتنا انه نضلنا ثابتين بنفس الموقع بنفس المنطقة عشان نحافظ على ميناء يافا. فاحنا حربنا بايدينا واسناننا وضربونا وحبسونا وايش ما عملوا فينا، وضلينا صامدين وموجودين بنفس المنطقة لعند ما حققنا كل مطالبنا. حتى لليوم بيرمح ورانا، اذا كان بالمخلفات، اذا كان طلع على البحر، كلهم حاطين دقر الصيادة، لأنه الصيادة قاعدين بمنطقة جوهرية فمش عارفين كيف يزحونا من المنطقة هاي. ومن خلال حديثنا بلش يحكي عن التواصل اللي انبنى بين تجار وعائلات من غزة مع أهل مدينة يافا. ميناء يافا الشعب كله مستنفع، أهل يافا بيشتغلوا أكترية بالبحر، وأكتر السمك بفر لكل فلسطين حتى لغزة. بدنا نبعت كميات تركات، إحنا من سنة حوالي 70 إحنا بلشنا نصدر لغزة. تجار من غزة كل وقت قاعدين عنا هنا يحملوا كل السمك، حتى مش من يافا، حتى من عكا، حتى من حيفا. إحنا طورنا بغزة سيد السردين وسيد كتير أشياء، طورنا لهم جبنا لهم ونوش، يعلمناهم كتير أشياء، وبقينا كل الوقت احنا وياهم يعني مع سوا، حتى بيشتغلوا عنا هنا يجي يعملوا تسريح احنا نروح عندهم وننام عندهم ونطلع معاهم على الصيد، مع دار الهسي، مع دار الجربي، دار العمارة، دار كل دول كتير، دار العاصي، دار المنسي، يعني ضرب حصيرة، يعني كتير كتير عيال بقينا نتعامل معاهم من غزة كتير كتير.
مع كل خبطة موجة على هالقارب اللي احنا فيه وعم نسجل هذا اللقاء. فتنا شوي شوي بالجو انا والصياد سعد وزينب، وبلش يحكي لي عن نهفاته في البحر. واحدة منهم كانت مع اخوه ووالده. تعالوا نسمع. في ثلاجات كانوا يقولوا لهم امكر 10، كان الابواب تعون هون كبار ضخمين كانوا، فبقينا ناخذ الباب نخلع، كانت ايده هيك من كبيرة دولة، ونجيب زفتة ونحط شافة دكتة ونسكر، وبقينا نروح فيه انا واخوي نتصيد الصبح بدري، ننزل على 5 على 8 نهرب نروح على المدرسة قبل ما ابوي يجي من البحر من الشغل ويشوفنا. شط كان اسمه شط العجمة. يوم من الايام تعوقنا احنا شوي، ابوي راجع بالسفينة طلع ايش هذا الكبير اللي ماشي بالمي، هذا لا هو مطور ولا هو سفينة ولا هو خطورة ولا شيء، اجى علينا اللي بلاقينا انا واخوي. اخوي نط هرب، ضليتنا انا بالسفينة، ابوي مسك هذا في مؤداف كبير يخبطني بالمؤداف يطيرنا على المي، ارجع يرفعني يشمطني بالمؤداف يطيرني زي هدول تاعون الطابة، وانا عيط واسود مش عارف كيف اهرب كيف ارمح، واخوي هرب سابني لحالي اكل القتلة. ومن اغرب القصص اللي سمعت عن الصيادين انه كان عندهن معتقدات خاصة واللي اثرت بشكل كبير على عملهن. كان اعتقاد الصيادة ممنوع تنزل بكندرة على الصيد، لازم تشلع كندرتك تلفها بكيس تضبها بشقة يا تحطها على شقة ما تجيبهاش معك على السفينة. هذا أول كان الشرط. الأشياء الثانية كانت نفرد لما ننزل الصبح تصبحنا بواحد، يوم ما صدنا السمك ممنوع نمر الشارع هذا، لازم نلف في شارع ثاني عشان ما نتصبحش فيه لأنه وشه صباحه مش منيح. في كانت واحدة فاتحة دكان نشتري منها خبز نشتري منها جبنة أشياء، وإحنا نازلين الصبح الساعة 5 الصبح كانت تفتح بدري. يوم من الأيام صبحنا فيها شرينا وإيش بضعنا من عندها، نزلنا على البحر الشبك كله تنزع. أنا أبوي يا ويلكم إذا ثاني مرة تشتريوا منها ولا بتعدوا المنطقة هاي، لفوا كل المناطق روح اشتريوا من آخر الدنيا أوه كنت تصبحوا فيها. يوم من الأيام واحد من الشغيلة لابس جاب طاقية جديدة، بقول لأبوي تفرج الطاقية الجديدة هاي كيف هي. طلعنا على البحر يومتها جبنا السمك، قال له طاقيتك هلا بترميها على البحر، قال له هلا شردها، قال له هلا بترميها على البحر، رماها على البحر صدنا السمك، قال له شايف هلا رح اشتري لك جديدة. هون العم سعد انطرب وبلش يسمعني شو كانوا يغنوا وقت الصيد. بقينا لما نسحب الشبك هيلا يا ريس هيلا 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 شدوا بحرية هيلا 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 الله معاكم هيلا 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 هيا السمك هيا توكل ما شاء الله على اسم الله على اسم الله البركة اجت البركة اجت. وهيك بقينا كل الوقت الغنانة هاي لما تكون الفرحة موجودة، لما الفرحة مش موجودة الكل رامي بوز على شقة ما حدش يسترجي. ولما مرات نغني عندك بحرية يا ريس سمرو شرقية يا ريس، ودائما نغنيها. وبعدين لما كان يكون فرح شيث واحد من البحرية على طول تلاقي يغنوا الكل لأبوه يا بحرية ويا أبو سعد ويا أبو سعد. طيب كيف كانت الحياة زمان بيافا؟ الناس كانت قلبها على بعض، الإيمان اللي كان عندهم كان إيمان قوي، واحد يحترم الثاني واحد يساعد الثاني واحد قلبه على الثاني. كانت العالم غير عالم، بين نمزع الشبكة 20 واحد يلتموا يجي خيطوا. بعدين لما بقينا نجيب كمية سمك بقينا نطلع أكم من صندوق من السمك ونعبي بكياس نوزنهم 2 كيلو 2.5 كيلو ونروح نفرق للعالم المساكين. لما الرئيس كان يحكي كلمة ما تكونش تنتين، لما يقول نط على المي الكل ينط على المي. عن قهوة الصيادين بيافا حكالي، كانوا الصيادين الصبح ينزلوا على البحر بعد الظهر يخلصوا الشغل كل البحرية تلتقي بالقهاوي، كانوا زلام الكبار يكون لابسين الشراويل قاعدين حاطين الأراجيل هم الوحيدين اللي كانوا يأرجلوا، وكل البحرية كانت ايد واحدة كلهم. هلا يكونوا قاعدين بالقهاوي نفرد كلهم قاعدين بالقهاوي يشربوا، يجي واحد من الصيادة يقول لهم والله شفت كوام سمك جايين معدين على الشط، الكل البحرية تطلع كل واحد سمين طير مع يسيبوا القهوة يسيبوا كله يطلعوا على البحر ويجيبوا سمك. وقبل ما نقوم من القارب فطن بقصة الدلافين الثلاثة. مرة طلعنا عند أشدود كان سمك كتير سردينة وسكومبري وطرغلص وهيك، وبعدين نسحب 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 نطلع عند ما وصلنا آخر الشبك
إلا بنشوف درافيل اثنين كبار وواحد صغير. لك إيش نسوي فيهم؟ هذول كبار وعرين ويخبطوا ويصرخوا ويخبطوا ويصرخوا، ولك كيف بدنا نرفعهم؟ والله حاولت مسكت واحد من دنب وربطته وعلى الوينش ربعته هيك ونزلته فلتته، ضل واقف جنب السفينة وهيك يطلع راسه برا ويعمل هيك وتشوف دموعهم. طلع على الثاني، والله الثاني برضه ضلوا فرعانين. جبنا الثالث برضه هيك رفعناه برضه طلعناه أنو، ضلوا جنبنا وين ما احنا ماشيين يمشوا معانا ويرمى معانا ويطلعوا زي اللي يعني مبسوطين، ما قربوش على الشبك تاعتنا. سبحان الله خدنا الخير كله، انبسطنا وروحنا. في واحد كان تلياني طلعوا معاه بالشبك، اسا وراح خبط واحد كنا بسكين قتله. وين ما يروح البني ادم هذا كل يوم يمزعوا له الشبك، رايحين جايين على شبكه يمزعوا له الشبك، ينطفوا له اياه تنتيه، يتخبى بين السفن يجوا له، ويروح محل بعيد يجوا له. وبعد قصة الدلافين الثلاثة وبعد الدردشة الحلوة اللي كانت بيني وبين الصياد سعد وزينب، توجهنا بالقارب للمرسى. نزلنا من القارب وتمشينا للسيارة، ودعته للصياد سعد وزينب، دورت السيارة ورجعت بطريقي للناصري. يا ريس رجعوا الصيادي، يا ريس والناطر ناطر، يا ريس والبحر جبال، يا ريس كله مخاطر، يا ريس. وقبل ما ينتهي البرنامج واللي رؤيتي فيه كانت مبنية على موسيقى، بس من خلال إعداد الحلقة والتنسيق مع الضيوف حسيت أنه عندنا موروث غنائي بيشبه كتير بلاد، بس عندنا قصص مش موجودة عند الكل، واللي بيرووها هن أصحاب الشأن نفسه. وأنا بدوري حبيت أشارككم تسلسل الأحداث اللي صارت معي من خلال تحضيري للحلقة من بداية الفكرة حتى النهاية. عندي أمنية إنه نقدر نحافظ على ما تبقى من موروثنا الغنائي والتراثي، ونقدر نسجل مع أكبر عدد ممكن قبل فوات الأوان، وتراثنا ما نعود نتذكره. كنت معكم الياس مرجي بإعداد وتقديم الحلقة. شكر خاص لكل شخص ساعدني في التحضير، اعتبروا شكري لكم بشكل شخصي. وتعالوا نحكي موسيقى.